فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شخص أراد التصدق بتكاليف رحلة عمره عن والده المتوفى، فهل يستطيع اختيار أي شخص لإعطائه المبلغ أم يجب أن يكون من مستحقي الصدقة؟ وتتمة السؤال تقول: وإذا أدى هذا الشخص العمرة هل تحتسب العمرة له أم لوالد ذلك الشخص المتوفى؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا العمل الذي تسأل عنه الأخت أو يسأل عنه الأخ، إن كان تبرعا والمقصود به نفع الميت بتيسير الحج أو العمرة لمن أراد الحج أو العمرة، فهذا من العمل الصالح الذي يرجى نفعه للحي إحسانا وللميت نفعا بثواب العمل الذي بذل فيه هذا المال. فدفع هذا المال من الصدقة والإحسان، أولى من تدفع له هذه الأموال هو من يقوم بهذه الأعمال على وفق هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي من كان متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في عمله. وبالتأكيد أن تيسير ذلك لمن لم يتيسر له حج أو لم يتيسر له عمرة أولى وأكمل في الأجر والثواب، لأنه يكون فضل وأجر ثواب إعانة على واجب، فيما إذا كان حجا أو عمرة إذا قيل بوجوب العمرة. أما إذا كان نفلا فهذا سيكون الواصل للميت ثواب نفل، وبالتأكيد أن ثواب الواجب أعلى عند الله عز وجل وأعظم. فأفضل ما يصرف في هذا المال لمن لا يستطيع، وإذا كان حجه أو عمرته حجة الإسلام أو عمرة الإسلام على القول بوجوب العمرة. وإذا أدى الأولى، يعني الأولى في الأعمال عموما التي تهدى إلى الأموات هذا جائز، لكن ما هو الأولى؟ الأولى الدعاء لهم، فإن الدعاء لهم هو خير ما يوصل إليهم، وأيضا أداء الحقوق التي لزمتهم إذا كان عليهم حقوق، فهذا أيضا من العمل الصالح. وهذا الذي يا شيخ أدى العمرة تحتسب له عمرة هنا؟ هو نعم، إذا أدى العمرة هو يعتمر عن نفسه، لكنه بإعانة غيره. زيد من الناس ما يستطيع أن يعتمر، ما يستطيع أن يحج الفريضة، فجاء شخص وأعطاه مالا عن ميت أو أعانه من ماله الخاص، فهنا الأجر في الحج والعمرة لمن حج أو اعتمر. وأما من بذل المال سواء كان حيا أو كان هذا البذل عن ميت، الأجر بالنسبة له هو الإعانة على الحج والعمرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا. ومقتضى الطرد أن يكون كل من أعان على عمل صالح فله أجر ذلك العمل. نعم، أحسن الله إليكم شيخ. حتى نكون الأقرب إليكم، تابعونا على موقعنا الإلكتروني، كما نسعد بتواصلكم معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وأيضا على تويتر، وبإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب.